السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايماً البنات وخاصة لما تكون عروسة جديدة بتشتكي كتير قوي من أخت زوجها. النهاردة هقولك القواعد الذهبية اللي تكسبي بيها أخت جوزك بشكل رائع وبشكل سلس تماماً. لكن طبعاً انتوا عارفين الفيديو ده للسيدات أو للبنات أو للزوجات بس، فلو كان في اي راجل ما يتفرجش علينا، لان انا موجهه كلامي للسيدات اللي عندها اخت زوج ودايما تشتكي من اخت جوزها وتقول انها اصعب من حماتها. هقول لك على قواعد تعمليها تخلي اخت جوزك دي لينه وطيعه معاكي تماما واكتر من اختك وبتحبك. اول واهم قاعده تتبعيها تجنبي الكلام اللي بيضايقها. ازاي يعني؟ يعني لو كانت هي مثلا انسه وكبيره شويه او تاخر بها سن الزواج، ما تفضليش تقولي لها كل شويه ها مش هنفرح بيكي، مفيش حاجه كده جايه في السكه، ها ما تشدي حيلك بقى عايزين نفرح بيكي، هي عيون الرجاله عميت ولا ايه؟ تشوفيها بتلبس حاجه جميله يلا بقى شدي حيلك عشان دي تجيب لك العريس، يلا عقبال ما تلبسي شبكه العريس. ما ينفعش. لو هي كانت مطلقه مش كل شويه تقولي لها ايه يلا بقى عشان نفرح بيكي وتلحقي تخلفي لك بيبي ولا حاجه، يلا علشان ما ينفعش تقعدي كده وانت مطلقه، منه لله طليقك، حد يطلع القمر ده؟ حد يسيب القمر ده؟ ما ينفعش. تجنبي اي كلام مثير بالنسبه ليها من الناحيه الاجتماعيه، سواء كانت انسه او مطلقه او ارمله، ابعدي تماما عن اي حاجه تضايقها عن حالتها الاجتماعيه. متفقين؟ تجنبي تماما الكلام اللي ممكن يضايقها عن حالتها الاجتماعيه. هذا اولا. ثانيا، بيقال دايما ايه؟ تهادوا تحابوا، فانت مش هيجرى حاجه لما تجيب لها هديه، بس ما تجيبلهاش هديه وتستفزيها بيها. تقول لها مثلا خدي جبت لك طقم لانجيري علشان يبقى وشه حلو عليك ونفرح بيكي قريب، خدي جبت لك طقم كاسات علشان ان شاء الله قريب تفرشيه في البيت. ما ينفعش. انت ممكن تعملي ايه؟ تقول لها مثلا انا جبت لك ازازه بارفان، او تقول لها انا تعالي نخرج مع بعض، انا كنت عايزه اجيب لك هديه مثلا عبايه بس والله انا ما عرفتش ذوقك ايه فقلت انت تختاريها وانا اللي اجيبها لك علشان حابه ان انا هديكي. وما فيش مانع بين كل فتره والتانيه تجيب لها هديه، وانت راجعه من شغلك او انت راجعه من اي مكان تجيب لها نوع شوكولاته هي بتحبه، مش هيجرى حاجه يعني ولا هياثر قوي في ميزانيتك. باستمرار ادي لها هدايا بسيطه بحيث انك انت تحسيها انك انت بتحبيها على طول. الشيء الثالث، تجنبي تماما ذم اقاربها. يعني ايه؟ يعني انت عارفه ان في بينهم وبين عمهم خلافات، ما تجيش تقول لها ده عمك ده منه لله، ده عمك ده راجل مش هيورد على جنه، ده عمك ده، وتفضلي تذمي في عمها فاكره انك انت كده بتتقربي اليها. لا، ما بتتقربيش اليها، ما تذميش اي حد من اقاربها خالص، حتى لو هي بتكرهه ما تذميهوش برضه. الشيء الرابع، لا تشتكي من زوجك ابدا ولا تمدحيه قدامها. ما تجيش تقول لها مثلا عارفه اخوك امبارح قعدنا سهرنا للصبح وبقى يطبل لي وبقينا مهيصين وبقى يطبخ معانا، طبخ معايا وطبخ لي وجاب لي الاكل لغايه السرير. ولا تيجي تقول لها مثلا اخوك امبارح ده اتعصب عليا، ده عصبي خالص، ده احنا قعدنا طول الليل نتخانق، وتفضلي تذمي وتشتكي من زوجك. علاقتك مع زوجك اللي هو اخوها لا تذمي فيه ولا تشكري فيه، ما تجيبيش سيرته ابدا الا اذا كانت هي بقى سالتك. اوكي سالتك قولي الحقيقه، انها ما تجيش انت تتبرعي كده وتقولي لها حاجه ممكن تضايقها عن اخوها. لا تقول لها ده لطيف خالص وبيهزر وبيضحك ما بيتقفلش بقه خالص، ولا تقول لها ده عصبي ومنكد عليا وقرفني ومزهقني. لا، ما تجيبيش سيره اخوها ابدا. يبقى كده متفقين انك انت لو عايزه تكسبي اخت جوزك تجنبي الكلام اللي بيضايقها عن حالتها الاجتماعيه، سواء هي مطلقه او ارمله او اي حاجه. هديها بين كل فتره والتانيه. ابتعدي تماما عن ذم الاقارب حتى لو هي على خلاف معاهم، ما تذميهمش. الحاجه الرابعه، ما تشتكيش من زوجك اللي هو اخوها، ما تشتكيش ابدا، لا بطيب ولا تجيبي سيرته، لا بطيب ولا بطال. الحاجه الخامسه والاخيره، هي الحقيقه قبل الاخيره، الحاجه الخامسه، ساعديها في اعمال المنزل دون اي ضغط او اي شيء. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو انت ساكنه بعيد عنها او حتى ساكنه قريبه منها، نزلتي عندهم شويه لقيتيها بتعمل اي حاجه، بتطبخ، بتنظف خضار، اي حاجه، اساعدك شويه يا فلانه؟ قالت لك لا يبقى لا، ما ساعدك طيب، قالت لك لا يبقى خلاص. شفتيها بتعمل حاجه؟ اعرضي عليها المساعده، مش تقعدي كده حاطه رجل على رجل، تقول لك هنعمل اعمل لك شيء، قول لها اعملي، اعمل لك غدا، اعملي. لا، انت لازم تساعديها، ساعديها في اعمال المنزل البسيطه لما هي تكون موجوده او انت تكوني ضيفه عليهم. كده في خمس اشياء قلنا عليها في علاقتك مع اخت زوجك. الحاجه الاخيره والمهمه، احفظي اسرارها تماما. يعني لو قالت لك انها مثلا تعرف حد
او متصاحبه مع او يعني عندها علاقه مع حد وعايز يتجوزها او يجي يخطبها، ما تزعيش الخبر في نشره الانباء، مش على الاف ام حضرتك ولا تزعيه في اي مكان، احتفظي بالسر. لو جه بعد كده حد لامك قالك ما هي قايله لك، قولي ما خدتش بالي، مش فاكره، حاجه بسيطه افتكرت انها مثلا بتهزر اي حاجه، انما ما تزعيش الاسرار اللي هي قالتها لك. هي تقول لك كلمه يبقى اعرف ان دي سر، مش للنشر المحلي والعالمي حضرتك. اوكي، يبقى احنا متفقين دلوقتي ان احنا هنتجنب الكلام اللي بيضايقها، نتجنب ذم اقاربها حتى لو هي كانت على مشكله معاهم، نهديها باي شيء على قدر الامكان، كمان تجنبي الشكوى من زوجك اللي هو اخوها، ولا تقولي عليه كلمه كويسه ولا كلمه بطله خالص. ساعديها في اعمال المنزل اللي هي بتعملها. الاخير احفظي اسرارها بشكل كويس جدا، ما تقوليش لحد حتى لو لمامتها، ولا تزعي اسرارها عند اهلك انت. اسرارها مش للنشر يا قناه الجزيره، يعني انت شغل تقول لك سر يبقى خلاص، يبقى هو السر وتحافظي عليه. هي دي القواعد اللي انا كنت عايزه اقولها على معاملتك مع اهل زوجك. لو حابين ان انا اقول اعلى قواعد تعمليها معاملتك مع حماتك وتقدري تكسبي بيها حماتك بشكل جيد، اكتبوا لي في الكومنتات. انا سعيده جدا ان انا قابلتكم. ان شاء الله هنتقابل بكره في تم الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. شكرا لكل اللي تابعني. لو عجبك الفيديو ريت تعمل لنا لايك وشير. أشوفكم إن شاء الله بكرة تمام الساعة 8 مساء. دمتم في رعاية الله وأمانه.